دكتور احمد، برضو بالنسبه لك كاهلاوي وكمشجع اهلاوي، الفخر بالنسبه لك بيمثل ايه علشان نفهم بقيه الناس؟ يعني انا معلش انا مصر ان انا اتكلم في الموضوع ده لان الناس لازم كلها تفهم. طب بطوله ذو قيمه كبيره. اولا حضرتك لو اتكلمت مثلا على الجوائز الماليه، البطل بتاع البطوله بياخد 5 مليون دولار، الوصيف بياخد 4 مليون دولار، المركز الثالث 2.5 مليون دولار، المركز الرابع 2 مليون دولار، الخامس 1.5 مليون دولار، المركز الاخير مليون دولار، يعني مجرد مشاركتك في البطوله بس مليون دولار، وكان النادي الاهلي اصلا حصل على 2.5 مليون دولار عشان حصل على دوري ابطال افريقيا، يعني مجرد المشاركه هتحصل على 3.5 مليون دولار، 2.5 في دوري ابطال افريقيا ومليون دولار في المركز السادس، وبالتالي بطوله كبيره. نتمنى ان النادي الاهلي طبعا يقدم فيها اداء كويس وان شاء الله يعني ويحقق فيها ارقام. احنا مثلا الرقم المميز في افريقيا 2010 مازيمبي وصل نهائي، كذلك 2012 الرجاء وصل النهائي، برضو العين الاماراتي كنادي عربي وصل سنه 2018. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحقق النادي الاهلي ان شاء الله يقدر